أنباء عن استهداف المشافي في حمص، أنباء عن تفجير ثاني في حمص، أنباء عن استهداف أهالي الشهداء، أنباء عن استشهاد قيادات عليا في الجيش، والكثير من الأنباء يلي بتشوفها عاجل ولكن من دون أي مصداقية بتشوفهم على صفحات السوشيال ميديا. هذا الشيء إذا بتتذكروا مرينا فيه نفسه وقت الزلزال كمان، أي الأخبار الكاذبة والإشاعات يلي بتعطي طاقة سلبية للجميع. في ناس فوراً بتصدق يلي بتقرأ وبتتأثر، يعني أنا وقت كون ابن عمي مثلاً موجود بالكلية وعم بقرأ أنه أنباء عن استهداف المشافي وأنباء عن استهدافات أخرى، أنا ما رح يفور دمي أكتر، أنا هون رح صدق لأنه على أساسها أنتو صفحات موثوقة. الناس عم تقول أنه هالأخبار والإشاعات إذا كان الهدف منا لملمة اللايكات فأنتو عم تأذونا لحتى تحصلوا على هدول اللايكات. في أمهات كانت عم تقرأ الأخبار من هون ويغطى على قلبها من هون. نحن اليوم بزمن السوشيال ميديا، ونحن وقت نعمل لايك لصفحتك معناها أنت بنظرنا موثوق، لهيك كنا نتمنى ترد هالمعروف وتتعامل معنا بحرفية وما حدا ينشر خبر قبل ما يتأكد منه ويحط شو هو المصدر. أما يجي البعض ويستغل أي أزمة بتصير مشان يقوي صفحته ويجمع لايكات. والمشكلة أنه في صفحات اختصاص نسخ لصق، يعني أي خبر بيطلع بوشهم إن كان الخبر صح مو صح، منيح ولا مو منيح، إيجابي ولا سلبي، بتلاقيهم عم ينشروا. الناس عم تطالب أنه نحن وقت تصيبنا مصيبة فمنريد أنه تكون هالصفحات معنا، تكون هالصفحات صفحات إيجابية تشتغل لحتى تهون على الناس، تشتغل لفعل الخير. مثلا في صفحات الله يجزيهم ألف خير كانوا عم ينشروا أنه في مشافي بحمص بحاجة لزمر دم معينة، فالناس فورا توجهت ومن غير محافظات كمان إذا بدكن كانوا عم يروحوا عدول المشافي ويتبرعوا. هذا هو الدور الإيجابي اللي نحن بدنا إياه منكن. نتمنى من صفحات النسخ واللصق أنه مع الأيام الجاية يوصلوا لمرحلة الاحترافية والوعي بنقل الخبر. وشكراً.